ضيف فريد على قناة أنفاس بريس هو الممثل المسرحي البشيري بالرابح. مرحبا بك على أنفاس بريس. أهلا وسهلا وشكرا لجمهور ومتتبعي ومحبي أنفاس بريس اللي تتواكب الفنان وكتواكب الحركة الفنية بالمغرب. سي البشيري، الموضوع ديالنا اليوم هو المسرح، أبو الفنون. واش انت راضي كيفاش كتعطى الدعم ديال المسرح للفرق المسرحية؟ هو في الحقيقة يعني ما عنديش أنا يعني البريم كيفاش كتشتغل أو كيفاش كتشتغل اللجنة، ولكن مادام على أن اللجنة فيها زملاء اللي هما يعني يمارسون هذا الهم الفني ويمارسون الحركة المسرحية فلا مجال للشك في هذا. لكن أنا ما أعاتب عليه وهو أن الحجم ديال بعض المشاركين ديالنا الفنانين، فكتلقى مثلا فنان واحد مشارك أربعة المسرحيات أو لا خمسة، هذا هو اللي كنعاتب عليه، لأن خاص يكون واحد ميثاق شرف للفنان باش يشتغلوا جميع الفنانين. تكافؤ الفرص ونعطوا الفرصة أكثر، لأن هذا مال عام وهذا دعم للفنان المغربي، فخاص الفنان تا هو يكون شوية قانوع، وبالتالي خاص هنا يعني الوزارة أو اللجنة تحط هذه المعايير على أن اللي في الشعر يعني ما نفوتوش يعني عملين يشارك فيهم ممثل فقط في السنة، ماشي كتلقى أنت ممثل مشارك في أربعة ولا خمسة ولا ستة. والغريب في الأمر على أنه ولات عندنا ما يسمى بالوزيعة، كتلقى مثلا أربعة الإخوان يعني وكل واحد كيقدم دعم وأربعة يعني كيستافدوا، فكي هذيك الفلوس أو هذيك المسائل كيدوروا بيناتهم، كتلقى هذا مشارك معاه في المسرحية وهذوك ثلاثة معاه، ثم أنت مثلا وحنا معاك بثلاثة، فهذه دايرين قرعة دايرين دارت وما كيخلوش فرصة للفنان. والغريب في الأمر على أن ملي كتجي تهضر معاه كتلقاهم يتباكون، إذن وهذوك الناس اللي مساك ما مشتغلين 6 سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين، فخاص حنا تكون عندنا واحد الميثاق شرف ونكونوا حنا قانوعين وبان هذاك مال عام ويستحقوا جميع الفنانين المغاربه، خاصه الناس اللي حاملين البطاقه الوطنيه المهنيه. هذا البطاقه الوطنيه قلت لك، الحامل البطاقه المهنيه الفنيه. سي البشيري، واش هاد الممثلين اللي كيشاركوا في اربعه الاعمال المسرحيه واش كيقدروا انهم يوفروا الوقت للتدريب يعني في هاد النصوص ديال المسرحيات؟ واشنو قلت لك دابا انا يعني هي كي قلت لك هو عارف راسو غادي ياخذ، لان حتى بعد من كورونا لهنا ولات يعني اللجنه او حتى الوزاره ديال الثقافه فتحت المجال اكثر للفرق، وبالتالي ولات كتعامل مع اسماء. يقال لنا بعض يعني الاعمال كترفض هكاك ربما، وكنلقاو بعض الناس اللي كيحتجوا تيقول لهم ما كيقروش النصوص ديالنا، اذا ولاو كيتعاملوا مع اسماء، وكتلقى هاد الناس هادو اللي كيشاركوا في اربعه ولا خمسه اسماء وزينه وعندها قيمه في الساحه الفنيه ومعروفه لدى الجمهور. اذا ما دام على ان هناك خصاص، على انك هناك ما كاينش واحد يعني قانون اللي كيردعنا كهذا، فتبقى الجشع تبقى مرحبا ودخلوها بصباطيكم. البشيري بالرابح شارك في بعض المسرحيات هاد السنه هذه ولا؟ الحمد لله على انني رجعت للفرقه ديالي للحنينه، يعني مسرح البدوي، وخاصة مع فرقة البداوي ديال المرحوم عبد القادر البداوي، بعد ما اشتغلت مرارا مع السي عبد الرزاق البداوي في مسرح الاستمرار مجموعة. انت كنت ديجا معاهم؟ كنت معاهم. شحال من عام تقريبا وانت كتزاول معاهم المسرح؟ مع السي عبد القادر لا درت على سنة واحدة، هذيك الساعة سنة 1995، وكنا درنا أول تسجيل يعني في القناة الثانية، كانت أول أعمال مغربية، فكان بافتتاح ديال السي عبد القادر البداوي في عمل مسرحي. كان ديك الساعه اختارني السي عبد الرزاق من المعاد، وبالتالي بديت كنشتغل حينها مع السي عبد الرزاق البداوي. درنا مسرحيه خالتي سوسو، ودرت معها الناس، درت مع سير حتجي سير واجي ديال السي عبد الرافع الجوهري اللي كان دار لها تاليف، وكان ودرت معها عمل اخر ديال باقي غير التوقيع. الان الحمد لله الفرقه ديال عبد القادر البداوي بالاستاذه حسنة والاستاذه كريمه داروا فيها ثقه وعيطوا عليا في هذا العمل الجديد، عمل كنعتبره عمل رائع جدا، عمل مسرحي. ودرنا الافتتاح ديالو في الاسم ديالو الزياره. والزياره يعني الزياره فعلا، انني جيت للزياره جديده وكنطلبوا من الجمهور يدير الزياره لهذا العمل المسرحي، وخاصه على انه عمل يناقش يعني قضايا اجتماعيه زوينه في طابع فكاهي جميل. وكتعرف انت فرقه البداوي كيفاش كتشتغل، يعني كيعطوا الكلمه الموزونه والهادفه، فانا من هنا من هذا المنبر كنتمنى التوفيق لهذا العمل لانني فخور به، خاصه انه عندي دور تركيبي. انا بالنسبه لي الدعم وشل الحركه المسرحيه، بحيث ان قبل ما كان لا دعم الاول وكان عندنا الحب،
فكان اللي كيجي لهذا الميدان هو الذي يحبه ويدوب فيه، بمعنى كنا يعني كنديروا كل شيء، كنديروا الديكور والله، كنديروا الدعايه، نفرقوا المناشير، نوقفوا فم الباب، يعني كان واحد الحب ونمشيو نسافروا. يعني تصور حنا غادي نلعبوا مثلا نهار السبت وانت كتسافر نهار الثلاث باش كتمشي دير الدعايه. هذا هو الفرق ما بين المسرح الامس ومسرح اليوم. مسرح الامس كان مسرح تربيه، فتيعطيك الحب هذا وكيعطيك تربيك، يربي فيك داك الحب ديال العطاء، كيربي فيك الحب ديال الالتزام، تيربي فيك الحب ديال الجماعه. يعني بمعنى كدير كل شيء، كدير ديكور، دير الخياطه، دير الصباغه، دير هذا، وبالتالي كي قلت لك كتوكل على الله وكتمشي وكيجيب الله التيسير. نعطيك مثال بسيط، في خالتي سوسو كنا اعتقد لعبنا شي 56 عرض، سابقا ما كاينش الدعم. الان في شاركت مع فرق مدعمه ما كنفوتوش 12 عرض 14 عرض. اذا علاش؟ لان المخرج او لا صاحب الفرقه صافي هو بالنسبه ليه جاتو 16 مليون خصو يفرقها وريح الارض، خصو يشيط واحد 4 مليون ولا 6 وهذا. اذا ما بقاش عندك ذاك الحب ديال انك كتجري وكتمشي، وبالتالي اللي جات خسرها هو انه. وهذه كنت قلتها قسما بالله، الا كنت قلتها سنه 2000 اعتقد 99 كنت درتها في واحد الجريده، قلت الحركه المسرحيه، الدعم المسرحي سيشل الحركه المسرحيه بالمغرب. علاش؟ لانك كتشوف بان ملي ما كانش الدعم البنادم كيلعب وصل 100 عرض 200 عرض 90 عرض، يعني السنه كلها هو كيجري وكيتوكل على الله. ففي حين وليتي كتلعب يلا 10 العروض ربعه، ما بقاش حب الخشبه ولا حب المال للاسف. للاسف ومني قلنا عندنا حب المال ولا عندنا يعني حتى قله الحب للعطاء وقله الحب للجماعه. ما تتلقى مثلا فنان صافي ولا بحال داك القيجي كيجي كيدير واحد 20 يوم ولا 10 ايام ولا مثلا الشهير ديالو كيعرف راسو عنده واحد 10 العروض غادي ياخذ فيهم قده وقده. وكي قلت لك اللي زاد هرسنا هو ان بعض الفرق اللي كانوا عطاهم الدعم سامحهم الله كانوا كيوقفون المسرح وتيقولوا الجمهور اجي يدخل، ادخلوا اجي يدخلوا. اذا ربينا دابا واحد الجيل على مجانيه العروض، يعني امبوسيبل ولا يمكن، واعتقد يعني وقطع 100% على ان دابا دير دابا غير 600 ريال يقطع لك الجمهور. قلتي انت فرحان بانك رجعتي للخشبه المسرح ومع فرقه الام، الفرقه الام، الفرقه اللي كتحبها والقريبه لك القلب. وي اما التلفزيونيه كاين شي عمل جديد حاليا؟ كنصور مسلسل وكنتمنى تا هو فيه التوفيق ان شاء الله، ومسلسل المخرج ديالو هو سيدي عادل الفاضلي، وكاين نخبه ديال الممثلين رائعين منهم السي محمد خويي، منهم يعني منافته واللي بالغري في الامر فرحان عاوتاني في هذا العمل، لان هاد جوج الفنانه كنت شاركت معاهم في المسلسل الرائع ديال فريده برقيه اللي هو جنان الكرمه، وما عمرنا تلاقينا بثلاثه حتى جمعنا ثاني هذا العمل هذا. فيعني واحد الحنين بين الامس واليوم، وجبت الصور ديال ان ملي كنت في جنان الكرمه وكنشوف راسي مني وكنت باقي صغير وهذا، والحمد لله الان جينا عاوتاني في هذا. ورغم اننا كبرنا كي تنقولوا شيو، ولكن كتبقى ذاك الحب اللي عشناه وحنا باقيين صغار. يعني في سنه تقريبا 2000 فاش درنا ذاك العمل، دابا تقريبا 24 عام. فرائع جدا انك تتشارك في عمل اللي كتكون في واحد النوستالوجيا رائعه ديال الصداقه والمحبه الفنيه.